بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب الخامس، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه. بيخرج من مجرى البول عند الرجل ثلاثة أشياء، يخرج البول، أو ممكن نقول يخرج أربع حاجات. ده دي الحاجات الطبيعية مش المرضية، لأن مرضا ممكن يخرج منه صديق، يخرج دم، يخرج أي حاجة بقى. ده المريض، احنا بنتكلم عن الإنسان الطبيعي. يخرج من مجرى بوله ايه؟ بول ومذي وودي ومني، يبقى أربع حاجات يخرجوا ايه من مجرى بول الرجل، واضح؟ لكن المرأة لا يخرج منها من مجرى بولها إلا البول فقط، أما الباقي يخرج من المهبل، لأن المرأة لها فتحتان، فتحة مهبل وفتحة بول، ففتحة البول للمرأة لا يخرج منها إلا بول بس، أما الباقي اللي هو زي المذي وزي المني، هي المرأة ليها مني قد تحتلم، فاهم؟ وبالتالي البول نجس، والمذي والودي نجس، يبقى عندنا ثلاثة نجسة، والمني طاهر عند الشافعية ونجس عند باقي المذاهب، لأنه أصل الخلقة، فأصل الخلقة لا يكون نجسا، ولذا عند الشافعية المني طاهر مستقذر، طاهر مستقذر. مستقذر يعني إيه؟ يعني بتغسل منه لما يجي على الثوب، تغسله زي الريق تستقذر، زي العرق تستقذر، لكنه طاهر. لكن عند المالكية نجس، وكذا عند الأحناف نجس، إلا أنه يتخفف من غسله ويكفي فركه إن كان جافا، ده عند الأحناف. البول معروف. طب إيه هو المذي؟ هو إفراز مخاطي يخرج من مجرى البول عند الإثارة، عندما ينتصب الذكر، عند بعض الرجال، مش كل الرجال، عند بعض الرجال يحصل لهم، فهو إفراز كده مخاطي يخرج من مجرى البول عند الإثارة، يعني عند الانتصاب. وإيه هو الودي؟ هو إفراز يخرج من مجرى البول عند التعني أو الإيه؟ أو عند التبرز أو عند السعال، يعني لما يسعل أو يكون بإيه؟ يخرج إيه؟ بعض الإفرازات كده من مجرى البول، ده الودي. البول والمذي والودي نجس، يجب الغسل منه وينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء بس. لكن المني يوجب الغسل، يوجب الغسل. باب غسل المذي والوضوء منه. يبقى عرفنا غسل المذي يبقى نجس، والوضوء منه يعني ناقض للوضوء، يبقى من عنوان الباب كده عرفنا الحكم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 70 بعد 200، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. سيدنا علي وهو شباب كان إيه؟ بيخرج منه مذي كتير عندما إيه؟
يحدث له انتصار. مزاق يعني صيغة مبالغة يعني، ده لأنه كان يحدث منه كثيرا. كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. يعني كأن اغسل ذكرك الأول وتوضأ، لأن الواو هنا مش للترتيب، ده لمطلق الجمع، لأن هو يغسل ذكره الأول يعني يتوضأ، لكن في الذكر قال له توضأ واغسل ذكرك، يعني معناه توضأ يعني إيه؟ يعني يوجب الوضوء. سيدنا علي قال للرجل، قال للرجل مين؟ قال للمقداد ابن عم، كان صديقه، وقال كمان لعمار بن ياسر يسألوا له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا علي ما رضاش يروح يسأل النبي لأنه محرج، لأنه بنت النبي زوجته، لما يقول أنا كل إثارة بيجي لي يحرج لعلاقته بالنبي من حيث الإيه؟ المصاهرة يعني. وإن كان بعد كده سيدنا علي سأل النبي برضه، يبدو لأن الموضوع كان زائد عنده فأراد أن هو يتأكد أكثر. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. يعني عند الإحرام، عند الإحرام كان النبي يتطيب ويغتسل، ولو بقي أثر الطيب بعد الغسل وبعد الإحرام لا يضر. عند الشافعية له أن يتطيب قبل الغسل ويغتسل، وله أن يتطيب بعد الغسل طالما لم يحرم بعد. عند المالكية لا يتطيب لغرض الإحرام إلا إذا كان قبل الغسل، فلا يتطيب بعد الغسل حتى لا يبقى أثره أثناء الإحرام، ده عند المالكية. واضح؟ باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، يعني رائحته. وعنه به قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يعني يفوح مني رائحة الطيب أنضخ طيبا. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وما قالتش بقى رواية زيادة ينضح طيبا، لأن في رواية قبل كده قالت إيه ينضخ طيبا. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، وبيص الطيب يعني لمعان وإيه وبريقه، يبقى الوبيص هو البريق أو اللمعان. كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. مفرقه يعني إيه؟ يعني مفرق شعره، لما يفرق شعره كده أثر الطيب لسه باين لمعان في أثر شعره صلى الله عليه وسلم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. يبقى أثناء الغسل الإنسان يطمئن الأول أن يخلل شعره جيدا بحيث يطمئن أن يصل الماء إلى فروة الرأس، لأن النبي قال تحت كل شعرة جنابة. يبقى الأول يطمئن أنه خلل الماء في رأسه حتى وصل إلى فروة رأسه، فروة يعني بشرة الرأس نفسه. فإذا اطمأن يفيض بعد ذلك الماء على باقي جسمه. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه، وظن هنا بمعنى أيقن يعني، أنه قد أروى بشرته اللي هي بشرته اللي هي فروة رأسه يعني أفاض عليه. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبد الله إنه عبد الله بن المبارك المروزي، قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره
حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. يبقى التثليث في الغسل سنة كالتثليث في الوضوء. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. جميعا يعني في وقت واحد، هو ياخد غرفه وهي تاخد غرفه، حتى ان ستنا عائشه كانت تقول للنبي: ابقي لي بعض الماء، مخافه انه ياخذ كل الميه. وكان يبقى بينهما ساتر، لان في روايه ثانيه قالت: دون ان ارى منه او يرى مني، دل على انهم كانوا ايه، يعمل ساتر بينه وبينه، ويجعل الاناء اسفل وفي ساتر يسطر ويمدوا ايدهم هما الاثنين على الاناء ويغتسل. وهذا أفضل، وإن كان تجرد الرجل أمام زوجته جائز، وتجرد المرأة أمام زوجها جائز، ولكن الأفضل التسب. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. وعن أبي قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، عن سالم عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، بفتح الواو كده، وضوءا يعني ما يتوضأ به اللي هو الماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده. دل على أن نفض الماء بعد الغسل جائز، وإن كان منصوص عليه في الشافعية أنه مكروه كما نص الرافعي نقلا عن الشافعي، لكنه جائز. يبقى الشافعي الرافعي رجح أنه مكروه، نفض ماء الوضوء والغسل مكروه. ليه؟ كأنه كالتبري من إيه، من العبادة يعني، لأن ماء الغسل ده كأنه عبادة، والنفض كأنه بيتبرى منه. لكن فعل النبي لها دل على جوازه وعدم كراهته، واضح؟ فجعل ينفض بيده، ينفض يعني ينصر، ينصر يده وكذا، علشان زاد من الماء ايه، يبتعد عن اعضائه دون ان يستعمل منشفة او منديل. وان كان استعمال المنديل او المنشفة او الفوطة جائز. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. افرض الإنسان قاعد في المسجد وبعدين تذكر أنه كان جنب بس ناسي، مجرد أنه يتذكر يخرج على طول، كويس؟ في بعض العلماء عندهم يتيمم وبعدين يخرج علشان يبقى ماشي في المسجد وهو إيه، عامل أقل الطهارة على الأقل، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فإذا كان التيمم بدل يبقى يعمل البدل حتى يتسنى له الماء. يبقى ده مذهب الأحناف ومن وافقه، إنه يتيمم وبعدين ينصرف. وكذلك إذا أراد أن يدخل المسجد لأنه هو جنب، وعلشان يدخل المكان اللي فيه الوضوء عشان يغتسل لابد أن يخترق المسجد، فيعمل ايه؟ قالوا يتيمم على باب المسجد ثم يدخل ايه؟ ليخترق المسجد ثم يغتسل. وفي رأي تاني قال لك لا، لأن الجنب لا يمكث لكن له أن يعبر. يبقى الجنب لا يمكث في المسجد، ولكن لا يمكث يعني لا يستقر، لكن له العبور، المرور يعني. واضح؟ ويبقى ده المذهب ده هو اللي بيرجحه الإمام الشافعي ومذهب الشافعي.
ان الجنب يحرم عليه المكث ولا يحرم عليه ايه العبور، لكن من الذي يحرم عليه العبور والمكث؟ الحائض. الحائض لا تعبر ولا تمكث، وعشان كده ايه بيعتبر الحيض ايه. احنا عندنا حدث اكبر وحدث اصغر وحدث اوسط كده برضو، فخلوا الجنابه حدث اكبر. ليه اكبر؟ باعتبار ما منع، باعتبار ما منع، لان الحيض يمنع من اشياء اكثر من الجنابه. الحيض يمنع مثلا من الصيام، الجنابه ما تمنعش من الصيام، ممكن تبقى جنوب وتصوم، لكن الحيض يمنع من الصيام. الحيض يمنع من العبور في المسجد، والجنابه لا تمنع من العبور في المسجد. يبقى الحيض من حيث المنع الموانع اكبر من الجنابه، عشان كده يسموه ايه حدث اكبر وحدث اصغر وحدث اوسط، باعتبار ما منع، باعتبار ما منع، لا باعتبار ما يوجب. الكل يوجب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، تذكر النبي أنه إيه كان جنب بعد ما أقاموا الصلاة واستفوت الصفوف، ذكر أنه جنب. يبقى ربنا أنسى النبي علشان يعلمنا الحكم، ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، يعني خلاهم صفوف مكانهم ودخل حجرته واغتسل وخرج وإيه والماء على أسابه، دل على ان النبي كان يغتسل بسرعه، ما فيش وسواس. في ناس يقعد له في الحمام يغتسل بنهر النيل كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش، يعني الاسراف وحش، وطول المده برضو ما لهاش لازمه، يعني خليك معتدل في العباده. فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه يقطر فكبر فصلينا معه، تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وراه الأوزاعي عن الزهري. لكن انت لو حصلت معاك ما تقول لهمش استنوني، هم هيستنوا النبي لكن مش هيستنوا كده، يبقى النبي ليس كسائر الأئمة، فهمت؟ لأن صلاة خلف النبي ليس كسائر ايه انسان تاني، فيبقى ليهم حق انه يستنوا، فهمت؟ او اذا كان الامام راتب وان انتظار الناس له لا يؤذيهم، لهم انهم ينتظروا برضاهم، يعني برضاهم ان رضوا، لكن لو ما رضوش يبقى ايه ينيب عنه واحد ثم يغتسل وهو يلحق الصلاه بعد كده براحته. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابه. ونفض اليدين معناها نثر اليدين هكذا. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه، يعني ثوبا زي منشفة يعني زي فوطة يعني، فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. الحديث ده طبعا كرره كثير الإمام البخاري، مع كل تكرار يغير الإسناد ويستنبط حكم جديد. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، لأن إحنا عندنا في الغسل يسن التيامن كما يسن التيامن في الوضوء. وعن أبي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا. كنا يعني في عصر النبي يعني، يبقى لا حكم المرفوع، لا حكم إيه المرفوع، بالرغم إن هم موقوف على سيدنا عائشة، لأن بتقول كنا يعني معاشر نساء النبي، دل على أن النبي كان يعلم ما يفعلن وأقرهم عليه. قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، إحدانا هنا يعني إيه؟ يعني إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. استنبط منه الإمام البخاري برغم إنها بتاخد بإيديها الاثنين وتحط كده، إنها بتبدأ بالشق الأيمن وبعدين تنزل للأيسر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفاصل اللي بسم الله الرحمن الرحيم في وسط أبواب الغسل ده ثبت في رواية أبي ذر الهروي بس، لكن باقي روايات الإمام البخاري مفيش بسم الله الرحمن الرحيم فاصل. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. يبقى الإنسان إذا اغتسل عريان وكان لوحده في خلوة زي الحمام كده، تخش تقفل عليك الباب، لكنك أنت إيه تغتسل عريانا تماما. ومن تستر فالتستر أفضل، يعني يعمل مئزر كده ويغتسل ويدعك نفسه من خلال المئزر أو من أسفل المئزر. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني هو الثوب هيستر عورتك عن ربك، ما ربنا مطلع، لكن هو معناه خلق الحياة، إن الإنسان يتربى عنده خلق الحياة حتى في خلوته، يكون عنده هذا الخلق، يفعل هذه الأشياء ليربي في نفسه الحياة، فالحياة الله يحب الحياة. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. هل هذا كان مباحا في شريعتهم أو كان غير مباح إلا أنهم كانوا يخالفون شريعتهم على عادتهم؟ يبدو أنه كان غير مباح إلا أنهم كانوا يخالفون شريعتهم. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، زي شواطئ العراة كده اللي هي معمولة في أوروبا، في بعض أوروبا شواطئ عراة، يجي الراجل يفتش عشان يشوف لو واحد لابس يطلعه بره، عشان اخترق القوانين لازم يبقى عريان وإلا مش هيقعد هنا. حاجات يبقى اللي بدع شواطئ العراة مين؟ بني إسرائيل من زمان، من زمان شواطئ العراة دي من زمان، فاهم؟ قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. سيدنا موسى كان إيه متأدب بأداب الأنبياء، فكان يغتسل وحده ويتستر. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. بنو إسرائيل بقى إيه آدر بيستر كده علشان هو عنده انتفاخ في خصيته وعنده عيب في عورته، فلا يحب أن يغتسل معنا حتى لا نرى عيبه. آدر اللي هو إيه منتفخ الخصيتين، منتفخ الخصيتين يسموه قيلة، قيلة مائية المصريين يقولوا عليها أليطة باللغة إيه باللغة العامية المصرية يقولوا عليها أليطة، راجل مئيلط. مئيلط يعني إيه؟ يعني منتفخ الخصيتين كبيرة كده، فهم أدي معنى الآدر. يبقى بني إسرائيل اتهموا سيدنا موسى إنه غير كامل الخلق بدليل إنه بيتستر، ما هو لو كان خلقته سليمة كان يجي يغتسل معنا كده زينا زي الله. قلة أدب مع الأنبياء وسوء إيه؟ طب وجايب الحديث ده ليه؟ على اعتبار إن الشرع من قبلنا شر ولا؟ لأن الآداب لا تختلف من ديانة إلى ديانة، دي كلها آداب. يقول آداب غالباً لا تختلف من دين إلى دين، الشرائع قد تختلف لكن الآداب
اللي بيسموه الوقت الاتيكيت، تلاقي كله واحد في كل الاديان. فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، يعني رايح يغتسل فاختلى وحط ثيابه على الحجر وبيغتسل في مكان منفرد، فجاي طالع علشان الثوب جري بالحجر، الحجر جري بالثوب. ودي برضو ايه كرامة عجيبة، يعني الحجر يتحرك بالإرادة، ده جمال. الحجر بقى حيوان، حاجة غريبة، اللي بيتحرك بالإرادة ده الحيوان، لكن هي إيه الحجر عمل الحكاية دي عشان يبرأ سيدنا موسى مما ظنوا أنه فيه عيب. فلما جري خلف الحجر عشان يأخذ ثوبه وينادي عليه، مر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه أنه إيه كامل الخلق. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني وجيها في الخلق ووجيها في الخلقة. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، بيضربه يعني سيدنا موسى. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الندب اللي هو الأثر، عارف أنت أثر الجرح يسموه إيه؟ ندبة أو ندبة أو ندبة، يعني تنفع فتح النون وفتح الدال وفتح النون وتسكين الدال وضم النون مع تسكين الدال، كل دي جائزة لغات، اللي هو أثر الجرح في الجلد. لما يبقى في جرح في الجلد غائر غائر كده يعني عميق يسموه ندبة أو ندبة أو ندبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا، دل على جواز الغسل عريانا في الخلوة، دول أنبياء. سيدنا أيوب ده من سلالة مين؟ من أولاد إيه عيس اللي هو ينتسب لسيدنا إسحاق، يبقى سيدنا أيوب جده الأكبر سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، يعني نزل عليه قطع ذهب في حجم الجراد، فضل من الله، زيادة فضل من الله كده، كرامة لهذا النبي. فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه رب يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ هو كان غني أصلا قبل ابتلائه، كان غني، فلما لقى جراد الذهب ده قعد يملى ثوبه وهو عريان يملى ثوبه، فربنا خطبه إما بموافقة إما عن طريق ملك أو خطبه مباشرة، فقال له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، يعني دليل أن العبد مهما أغناه الله يظل مفتقر لربه وفضله، فلا يستغني. أدب العبودية الافتقار، أدب العبودية الافتقار وليس الاستغناء، الاستغناء لصفة الربوبية مش صفة العبودية، فهم؟ فالعبد مفتقر لفضل الله أبدا، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس، وده المستحب طبعا بل واجب، واجب لحدود العورة ومستحب في باقي الجسم، فهم؟ لكن في حدود العورة واجب.
وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ دي أخت سيدنا علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمها، الراجح إنها فاختة وقيل فاطمة، اختلف في اسمها، لكن إيه مشهورة بكنيتها أم هانئ بنت أبي طالب. أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لأن النبي أقام في بيتها في عام الفتح، أقام في بيت عمه اللي كانت مقيمة في مين؟ بنت عمه أم هانئ، فالنبي أقام في بيتها. فلما خرجت أم هانئ وعادت وجدت النبي بيغتسل في البيت، وسيدتنا فاطمة بنت النبي عاملة ستارة بتحجز على أبيها كويس علشان إيه لا يرى واحد. فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ دل على أن كانت الستر إيه غليظ، الستر غليظ يعني مش شايف، وأنه ستر حتى رأسه الشريف. فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة. الحديث تاني اللي يقولوا كتير ده حديث ستنا ميمونة، جاب الإمام البخاري كتير جدا، بس جايبه هنا عشان يستدل بالتستر. قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. احتلام المرأة معناه إيه؟ خروج المني من المرأة حال نومها كما يحدث للرجل. باب إذا احتلمت المرأة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. وأم سليم إيه؟ دي أم سيدنا أنس ابن مالك، اسمها العميصاء، اسمها إيه؟ العميصاء، خزرجية من الأنصار من الخزرج. قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، وأبي طلحة زوجها ده وعم أنس بن مالك ابنها، هو بدري خزرجي يعني حضر بدر أنصاري، امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. دي مقدمة دليل أنها هتسأل سؤال فيه إحراج، وعشان كده بعض المصريين يقول لك لا حياء في الدين ويبتدي يسأل، بس الكلمة دي المفروض انها تتحل، لأن الحياء من الدين هو الحق، ويقول لا حرج في الدين، لا حرج في الدين مش لا حياء في الدين، لأن الدين أمرنا بالحياء، فهمت؟ فالأولى يقول إيه لا حرج في الدين، ثم يسأل السؤال المحرج، زي ما سيدتنا إيه أم سليمة قالت لإيه: إن الله لا يستحي من الحق، يعني لا حرج في الدين، كأنها عايزة تسأل سؤال محرج. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أدي السؤال المحرج، لأن تملي النساء ما تحبش تعرف الرجال هذا الأمر لأن يستحوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. ونقف على باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا ووفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين
لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، وصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.